على التحرير. أما من صور غير هذه يمكن أن تصل من العراق، يبدو هذا واقع الحال حتى إشعار آخر. حراك متواصل منذ 3 شهور في بغداد ومدن الوسط والجنوب، يبدو أن الحكومة كما تجمع الشهادات مصرة على تجاهل مطالبه. متحملين البرد ومتحملين الجوع وعارفين عوائلنا وعارفين عملنا، والحكومة مو يمها أصلاً، مو يمها. ولا تقول هذا شعب طالع، ولا تقول هاي ناس تريد حقوقها، حقوق مشروع يعطونا حقوقنا. هي الحقوق إذن، ومعها مطالب بالإصلاح الشامل وتغيير منظومة الحكم القائمة منذ أكثر من 2.5 عقدين. ولا يبدو أن ثمة صدى لأصوات هؤلاء تسمعه النخب السياسية لاستئصال الفساد وتدارك الخلل في منظومة الحكم ومحاسبة قتلة المتظاهرين. الآن نداءات من المطعم. فجراً وعلى حين غرة بغتت القوات العراقية ساحة التحرير لفض الاعتصامات بالقوة بهجوم شنته قوات مكافحة الشغب مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. ساعات بعد الهجوم تراجعت القوات وتمركزت في محطة وقود الجيلاني القريبة من المعتصمين وفق ما أكد ناشطون. رداً على هذا الهجوم أغلق المحتجون ساحة الطيران تماماً مع انتهاء مهلة حددوها لأحزاب السلطة والحكومة بحلول 2 لتنفيذ مطالبهم. اليوم أبناء البصرة يعلنون بأن يوم 20/1/2020 هو اليوم الأخير للحكومة والبرلمان من أجل الرضوخ لمطالبنا، وإلا سيكون لنا كلام آخر. وبينما يهدد المتظاهرو البصرة بالتصعيد يتوتر الوضع في كربلاء، وفيها شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات واسعة. وفي النجف أفادت الأنباء بإقدام المعتصمين على إغلاق البوابة الرئيسية لمطار المحافظة في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى الدوائر الخدمية. ضبابية المشهد المتشابك عناصره لم تنل حتى الآن من عزيمة الحراك، فثمت فريق من العراقيين هو الذي يسمع صوته منذ مطلع أكتوبر لا يؤمن باستقالة عبد المهدي ولا بالتشريعات المقترحة والتسويات السياسية القائمة في البرلمان، كما لم يؤثر على مساره دخول أطراف على خط الأزمة تروم أخضاعه كما يبدو بقوة السلاح.